مفيش كثافه في ضرب النار، ده مخزن عبوات. اسرع في مكانك! اخلي المكان واعمل كردون واستعجل من فرقعات. تمام. كله يجهز. تفضل تمطر هاول لحد الصبح ولا ايه؟ العربيات اللي قدامنا دي في ضرب تاني جاي من وراها. ضرب جاي من وسط البيوت. مش هينفع نرد بعيار تقيل عشان الاهالي. بقول لك ايه؟ خلف من وراها. خالد هاني قالوا لي عند المطران على الفرق. انت تعمل ايه؟ صد انت المجموعه اللي في الوش وانا هتحرك بالفهد من ظهر القطار. سيبني تخلع يا يوسف، شكلك هتاخد الفهد وترجع على مصر. لا النهارده الجو حر، بفكر اطلع شرم. بلاش فتحة صدر يا يوسف، غطيها ابو جمل. اسرع يا رجاله اسرع، اركب بسرعه. خش في الحيطة يا سعيد. ده نضرب فيه طول النهار ما تخلص ياض. ها كمل. واحد اسمه الشيخ حسن جه خد بينا العبوه ومشي. وشك حسن ده فين؟ معرفش. معاك تليفونه؟ مش معايا. افتح ده. افتح! وده جاي هنا ازاي؟ انت!